قبل 10 سنوات عندما بدأت الجزيرة بدأت توثق الحدث السياسي، الأحداث الاجتماعية، توثق للإنسان كإنسان. استطاعت أن ترتقي بمفهوم الإنسان، استطاعت أن تكون جسرا بين الشعوب. لم تهتم حقيقة فقط بالمضمون، اهتمت أيضا بالصورة، تعاملت معنا كمنتجين كشركاء في العمل، رفعت ذائقة المشاهد كما رفعت ذائقة المنتج. نقول لها بعد 10 سنوات من العمل كل عام وأنتم بخير، وإلى المزيد من التقدم والازدهار بإذن الله.